واستطيع بحمد الله جميعا ولا تفرقوا ان المساعديات الشيخ عني من مرتب وزاره الداخليه وهذه هويتي. انا المساعد سالم الشيخ علي وهذه هويتي. وانا الرقيب مفيد الشيخ وهذه هويتي. انا الرقيب اول عبد الله مصطفى الشيخ علي وهذه هويتي. قال انشقاقي عن عصابات الاسد وشبيحته لما قامت به من القصف العشوائي بالصواريخ والمدفعيه على المدن السوريه وانضمامي الى مركز شرطه مدينه الرسا الحره.